السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنخدموا موديل ديال اسداد الصالات بالشال، وهذا الدرس غيكون مقسم لجزئين. في هذا الفيديو غنشوفوا طريقه رسم الباترون، وغنشوفوا طريقه التفصيل على التوب. في الفيديو الماجي ان شاء الله غنشوفوا الخياطه، طريقه ديال الخياطه. هذا الموديل عباره عن اسدال فيه الخراط في الجانبين، والخراط كلمه معناها، يعني بالنسبه للسيدات ديال الدول العربيه ما يفهموش هذه الكلمه الخراط. فالخراط عندنا في المغرب كلمه معناها شريطان تتم خياطتهما في جانبي اللباس التقليدي المغربي، سواء الجلابه او القفطان. وهذا الخراط احنا نديروهم في الجلب وكنخرجوا بهم، يعني احنا عندنا في التورات هاد الشريطان عندنا في التورات. قلت وهاد الخراط عندنا مشهورين في المغرب، وشكلهم كيجي راقي جدا في اللباس التقليدي، لذلك جاتني فكره اني نستخدمهم كذلك في اسدال للصالات. هي فكره ماشي متداوله، وانما المهم في القناه عندي ان شاء الله غادي تتبعوها معايا وتطبقوها ان شاء الله غتعجبكم. هاد الخراط ممكن يكونوا مفصلين بشكل مستقيم بحال اللي غنشوفوا في هاد الدرس، وممكن يكونوا ايفازي. فالخراط ايفازي ان شاء الله نشوفهم في حصص مقبله. اذا اجزاء هاد الاسدال غادي يكونوا كالتالي: قطعتي الامام والخلف، الخراط، الكمام والشال. الثوب اللي عقدنا في هاد الاسدال 3 متر في الطول، والعرض اقل شيء 35 سنتيم، والثوب مطوي على 4. ها 35 سنتيم والثوب مطوي على 4. والتزيين غادي نستعملوا دونتيل بلاستيك. اول حاجه غنشوفوها هي الطريقه ديال الفصاله على الورق، باش ملي ندوزو الفصاله فوق الثوب تكونوا عارفين شنو كنعمل، يعني المراحل تكون عندكم مفهومه. فغتشبرو ديك 3 متر ديال الثوب، هذه 3 متر، هذه الحاشيه عند الحاشيه، يعني الثوب ماشي على العرض ديالو، ها الثوب على طوله. فهاد الاسدال القطع ديالو كامله غنفصلها على الثوب على طولو. فغنشبر هاد 3 متر، هاد 3 متر غنقسمها على 2، غنحيد متر ونص ديال الامام والخلف غنفصلو، هاد متر ونص الاولاني فيه الامام والخلف، ها هو هذا متر ونص امام وخلف، ومن هنا لهنا عندنا 35 سنتيم، قلت اقل العرض هو على 4، تبقى على 4 ياك. صافي هذا امام والخلف حيدناه. المتر ونص المتبقي كنخليه على طولو، نخليه على الطول ديالو، وكنفتحو لعندي. كنعبر من هنا لهنا 50 سنتيم، وكنفصله، يعني هاد 50 سنتيم كلها ديال الشال. من بعد منا كنعبر 30 سنتيم ديال ديك الشريطين، يعني الخراط اللي عيجيو في الجانبين. القيمه ديال كل شريط 15 سنتيم، وكنفصل كل واحده بوحده. تعنا قلت شريطان. هاد القطعه ديال الثوب المتبقيه كنثنيها على 2 هكذا، من بعد على 4 باش كتعطيني الكمين. فهذا الشيء كامل غادي نزيدو نفهموه اكثر اثناء التطبيق على الثوب. بالنسبه للامام والخلف، دائما حنا كنخدمو في الجهه المتنيه، يعني من هنا غادي تبداو الرسمه ديال الكول. رسمه ديال الكول غتبدا من هنايا هكذا، من الجهة المتنية، هنايا متني، ثوب متني. من هنا غتنزلو باثنين، من هنا غتدخلو بثمانية في الخلف. من بعد ملي غادي تفصلو غادي تحيدو الخلف، وتجيبو القطعة اللي داخلين ديال الأمام كذلك، حتى هي غتدخلو من هنا بثمانية، وغتنزلو بطناش. والبقية ديال التفاصيل حنا غنشوفوها فوق الثوب. بالنسبة للكم، الكم الطول ديالو طولو غادي يكون 55 سنتيم، والفتحة ديال الكم حتى نعمل كشكاشة عملو 20 سنتيم.
بالنسبة للطرد الكم فصله بهذه القيمة هذه وقيسه، يعني إلا جاك كبير تقدر تنقص منه. وفحال اللي قلت لكم راه هذا الموديل هذا راه ستوندار يلبس جميع المقاسات. إذا ما كنتيش باغا تعمل لاستيك كشكاشة في الفم ديالكم تقدري تخدمي فقط ب 15 سنتيم 14 أو 15. وهاد الشريطان طبعا ما كتكونش القيمة ديالهم متر ونص كاملة، الطول ديالهم كيكون فقط من هنايا من الجلايل او من الاسفل للاسدال، يعني الفائض ديالهم نقصه. وطبعا انا كنت عارفه البنات بان التاود الخيط ولا بد ما نعملوه في الماء ونشروه بلا ما يتعصر، ومن بعد كدوزوا عليه المكواه باش كيتسرح ديك التكميشات ديالو كيتسرحوا. فانا خديت 3 متر اللي قلت لكم طويتها على الطول، 3 متر طويتها على الطول يعني الحاشيه عند الحاشيه، ومن بعد غادي نولي نتنيها على 4، يعني هاد الطرف هذا هاد الجهتين هادو بجوج غادي نديهم من هنايا باش غادي يولي على 4، وغادي نفصل متر ونص اللي قلت لكم. صافي انا طويت التاود على 4، ها هما جوج جهات الفوقي وهذه الجهه التحت مسدوده. من بعد غادي نشقها بالمقص. الطول ديال الطابله عندي فيها متر ونص، فانا غادي ناخذ هذه المسافه هذه اللي كتشوفوا كامله غادي نقطع حتى لهنا من هذه البلاصه هذه غادي نقطع المتر ونص ديالي ونرجع. فالمتر ونص الاولاني حيدناه ها هو، دابا خدامه في المتر ونص الثاني هو هذا. فطلقت التاو ها هو في طلقته وخديت 50 سنتيم ديال الشال، هاد المتر ونص كله ديال الشال. انا عملت علامه من هنايا لهنا من هنا لهنا 50 سنتيم وبقيت ماشيه بها بطباشير، يعني هاد المسافه هادي كامله غادي تفصل شال. انا نفصلو ونرجعو. صافي فصلت الشال هي بلاصتو ودفعت التاوب، دفعتو باش ماركيت 30 سنتيم من هنا لهنا ديال الخراط. هنا غادي يخرجوا ليا جوج ديال الخراط، وحده جهه اليمين وحده جهه اليسار، يعني هاد القيمه هادي من هنا لهنا 30 سنتيم تقسموها في النص، يعني تسمي العلامات باش تفصل كل وحده بوحديتها. وطبعا الخيط راه كيكونوا مشدودين من الوسط ما كتكونش فيهم خياطه. هاد القطعه هادي اللي بقات هنايا هادي من هنا لهنا غادي نستخرج منها الكمام. انا دابا غادي نفصل الخراط هاد القيمه اللي قيمتهم 30 سنتيم، غنفصل الخرطه الاولانيه ونولي نفصل الثانيه ونرجع. صافي دابا بقاو لنا الكمام، حتى هما غادي نفصلهم في نفس الاتجاه اللي فصلنا فيه الامام والخلف والخراط والشال. بحال اللي تلاحظوا هاد القطعه اللي تبقات راه هي طويله، عندي هنايا متنيه على اثنان، فباش نخرج جوج الكمام غادي نتني هاد الطرف هذا عند هذا، غادي بحال هكذا هكذا ناخذ الطول اللي لازمني، يعني من هنايا راه عندنا هنا مضوبل على 2 وهنا مضوبل على 2، يعني هذاكم وهذاكم بالنسبه للبنات المبتدئات. واحد الحاجه راه المسافه ديال هاد الثوب اللي تبقى لنا من هنا لهنا راه فيه 29، غتنزلوا ب 18 باش نسهل عليكم ترسموا القيمه ديال التقويره. هذيك 18 تنزلوا بها عملوا علامه ورسموا ديك الخط اللي حنا متعودين عليه وعليه كنديروا ديك الاستداره ديال التقويره ديالكم. دابا غنوريكم التغييرات اللي غادي نضيفوا للربوعه ديال الامام والخلف. فهاد الجهه هادي متنيه باش بهم متنيين، وهاد الجهه هنايا عندنا مفتوحه، فهنا غتنزلوا ب 2 سنتيم من هنا 2 من هنا لهنا 8 باش نعملوا التقويره ديال الخلف. من هنا لهنا غتحسبوا 32 سنتيم، من هنايا لهنا 32 سنتيم، وغتنزلوا ب5 غتعملوا علامه. من بعد غتلاقيو هاد النقطه هادي بهادي ديال الفتحه ديال الكول، ترسموا خط
مائل. دابا حنايا عندنا في هذا الربع هذا، راه كنا قلنا في البداية ديال الدرس عندنا 35 سنتيم، يعني تساوي من 2 على 4 عندنا فيه 35. دابا حنا نقصنا من هنا 3 سنتيم، فمن هاد النقطة هادي غادي ننزلو ب 28 سنتيم، وغادي نحطو علامة. فدخلنا من هنا بثلاثة، حتى من هنا غادي ندخلو بثلاثة، وغادي نلاقيو بخط. وهنا بحال اللي تشوفوا راه تعملوا واحد القويص صغير بحال هكذا، غير بيدكم هكذا قويص، لان في هذا المكان هنا، يعني نزلنا من هنايا لهنايا ب 28، ففي هذه البلاصه هذه غادي يركبوا لينا القراط. انتم تشوفوا انا حطيتهم هنا باش توضح لكم الصوره. من بعد غادي خاصنا نرسمو لكم، ولكن باش نرسمو لكم خاصنا نحسبو هاد المسافة هادي كاملة. يعني بعد ما نقطعو هاد الميلان، صافي هاد الميلان هذا غادي يمشي فحالو بالمقاس، هاد المسافة هادي كاملة غتمشي بالمقاس، فغيبقى لنا نحسبو هاد المسافة من هنا حتى لهنا. هاد المسافة هادي غتكون هي القياس اللي غنخدمو به التقويرات لكم، وانا عندي في هاد القياس اللي يعني اللي خدامه به معاكم قياس ستوندار، عندي فيها 35 سنتيم. فهاد القيمه هادي بها غادي نرسمو لكم. البنات المبتدئات باش تفهموني مزيان، هاد المسافه 3 سنتيم راه غتحيد بالمقص، يعني غتجيبي المقص غتقطعي الثوب من هنا غتفصليه من هنا تن هاد الميلان، وغتنزلي مع هاد النقطة هادي هكذا بالمقص حتى توصلي مع هاد الاستدارة. يعني هاد الشي كامل ما غاديش يبقى خدام معانا، صافي انتهت المهمة ديالو فحال هكذا. أملي أنكم تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو اليوم. لقاءنا يتجدد في الدرس المقبل، واللي غيكون خاص بالخياطة. دمتم سالمين، وشكرا لكم على المتابعة.